دخلنا مجلس الدولة، جالة قضية واسمحوا لي استرشي مؤقتا لبعض النماذج، جرت قضية ترقية أو فصل. قال لك يا أستاذ يا أستاذة أنا صدر قرار في حق، أنا مش راضي بالقرار ده. أول حاجة هتقول له إيه؟ هتقول له إيه؟ ها؟ نتفاعل بقى عشان ما ننساش. هتقول له إيه؟ نعمل إيه؟ جميل، أبقى أول حاجة التظلم. أنت بقى سعادتك عارف طب التظلم ده وجوبي ولا اختياري؟ أنت عارف بقى متى يكون التظلم وجوبياً؟ ومتى يكون التظلم اختيارياً؟ وما هو شكل التظلم؟ أبقى هنا أول حاجة هتظلم، بس أضع أمامي إيه؟ الميعاد. أضع أمامي إيه؟ عين الميعاد. أبقى أول حاجة هنظر إليها أقول خلاص حكيت لك التظلم، فما هي صيغة التظلم؟ مثلاً تعالوا عارفين صيغة التظلم أمام القضاء الإداري؟ نشوف. بنكتب ايه؟ تظلم وجوبي. السيد الاستاذ، تعالوا نتخيل ان القرار صدر من رئيس احدى الجامعات، وبالمناسبه بقى تعالوا نتعايش مع قضيه بتضم كل هذا الموضوع، ونخرج في النهايه مين اللي صح، حكم المحكمه ام رؤيه المحامي؟ في غضون العام 2017 صدر قرار بتعيين ده اللي كان طعن على القرار الاول مصلحته، انتهى بتعيين هذا الرجل رئيسا للجامعه القرار الجمهوري ولا ما زالت مصلحته قائمه في الغاء القرار بتخطيه في التعيين؟ تفضل. يعني هنا اصلا مفيش محل للقرار الاول؟ موافقين يا جماعه؟ ها؟ طب ظالم من التخطي، بس هنا الطعن لا. هل يقول لك الطعن في القرار الاداري الاول ليه محل؟ هو عاوز ايه؟ هل معلش ها؟ عاوز يكون رئيس جامعه، يعني ممكن هنا استغني عن الطعن الاول بالطعن الثاني؟ يمكن؟ طب لو قلنا كده هنعمل ايه في التظلم؟ من مصلحتك هنا موكلك، خلي بالك بقى انت فوتت معاد التظلم، من مصلحه الموكل بتاعك انه يتمسك بالطعن في القرار الاول ولا ما يتمسكش بيه؟ ليه؟ ها؟ عشان ايه؟ عشان التظلم. ما تظلمش في القرار التاني، هو تظلم في القرار ايه؟ او مصلحته التمسك بايه؟ بسريان الدعوين ولا باتفاق دعوى واحده؟ هنا بقى شغل المحامي. شغل ايه؟ المحامي. ومين يتكلم؟ المحامي عارف المحامي ان وكيله اخطا ولا ما اخطاش؟ اخطا، طب انا عايز اعوض دي بقى. وتتظلم وجوبي، تظلم ايه؟ وجوبي. تخطى في التعيين. فهنا تظلمت، فمصلحة المحامي أن يتمسك بإيه؟ بسريان الدعوين، وبالفعل كتب فيهم تقريرين. كتب فيهم تقريرين. التقرير الأول بيقول فوات المصلحة، وتقرير تاني بيقول فوات المحل. خلي بالك، رغم أن القرار منعدم. هتعرف بعد كده من خلال عرض المذكرات ما هو شكل الاعلان هنا، لانه بني على النهارده انت كراجل محامي، كراجل قضاء جالس، كراجل قضاء واقف، انت تتعامل بما تنطق به الاوراق. احنا قلنا اهو في القضاء الاداري، القضاء العادي اللي بتنطق به الاوراق،
ما بتفسرش. الأوراق بتنطق بتقول إيه؟ بتقول أنني العارض، العارض غرر، غر مش ده تأدبا، تأدبا أقول إيه؟ لكن هي في استثناء ممكن كلمة أكبر من كده بكتير، ده أنا أقول ده أرتصى، ماشي إزاي؟ مصدر القرار. لكن أنا تقدمه كرجال محامين، نتوقف عند المفردة، كرجال قانون، نتوقف عند المفردة، أقول إيه؟ غرر. وممكن لو كيفتها شرعي أقول له دخلني. فبالتالي ما تتمشاش مع الإيه؟ مع التيار. وده مش التواصل الاجتماعي، أصل إزاي كل المحامي الشتات ده لو هو بيفهم شوية وبيفكر شوية ما كانش شتات؟ ها؟ ليه؟ هو ده من آداب الإسلام. المهم الاخلاق اختلفت معايا تدمرتني. المهم ادي عرفنا شكل ايه التظلم، ولجأنا لفضل المنازعات، ثم لجأنا لتقرير المفوضين. تقرير المفوضين انت شوف مراحل الدعوه اهو، انا لخصتها في شكل قضيه. تقرير المفوضين قال ايه؟ قال بالنسبه للقرار الاول ها فوات ايه؟ فوات محل. القرار الثاني فوات مصلحة. تاني قال ايه؟ فوات ايه؟ لا 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 هو فوات محل والتاني فوات مصلحة. فوات محل ايه بقى؟ هو انا كنت بتطعن على ايه في القرار الاول؟ على تكليفه من قبل رئيس الوزراء. طب هو كان تكليفه ايه بقى؟ القيام بايه؟ طب هو اصبح قائم بعمل؟ ها؟ ما فيش محل. ده رؤيه مين؟ المفوض. تانية بقى فوات المصلحه. فوات المصلحه ازاي؟ قالوا اين؟ الطاعن ده كان نائبا لرئيس الجامعه. الطاعن كان نائب لرئيس الجامعه. بل يعد النائب الاول. خليكم معايا. بل يعد النائب ايه؟ الاول. وانتوا درستوا الحلول الوجوبي. اعتقد لو فاكرين. ده اسمه الحلول ايه؟ هنا شوف التلاعب بالالفاظ ايها يا رجل القانون. عندما وضع النص في القانون 49 72 وايضا القانون 103-61 لم يوضع اعتباطا، مش الناس قاعده ما تشرب شاي، لا ده ما قال غيابه. كان يقصد ايه غيابه؟ فاهم المفرده يقصد بها ايه؟ قال غيابه. اسمع بقى، تعالى غيابه بقى. طب غيابه سافر خارج البلاد؟ مقران؟ يعني كلمة إيه؟ تحتمل أكثر من إيه؟ متسعة ولا ضيقة؟ متسعة. إذا هنا كان قصد المشرع عندما وضع مفردة غيابه، غاب سافر اعتكف ها؟ ما اتخانق مع مراته وقع في البيت غاب، مين يحل وجوبا حوله؟ النائب ايه؟ فالراجل بيقول له انت ازاي انا وفقا للحلول الوجوبي تصدر قرار بتكليف شخص ثاني ادنى مني بالعمل؟ ابقى هنا ناقل نص الماده 51 من هنا ونص الماده 41 من هنا، لانه اسقط الحلول الوجوبي. ولذلك بقول لك يا استاذ يا محامي، عندما تعرض عليك قضيه في الترقيه او في التخطي او في التعيين، انظر للمجال اللي بتحكم فيه. اساس قدامك كده اهو 81-16، على يمينك 49-72، على شمالك 103-61، على طول كده. طبعا فضلا الدستور موجود عندك، المرجع الاساسي. فبالتالي طلع دول امامك واجي اقول الله،
هو انت مجيد من ايه؟ من حلول وجوبي. قال له اه. طب هنا فات المحل ليه؟ فاتت المصلحة ليه؟ قال له ايوه، لانك خلي بالكم بقى، لانك فصلت قبل صدور الحكم. تمام؟ او لانك انتهت فترة نيابتك لاربع سنين قبل صدور الحكم. ابقى هنا فاتت عليه المصلحه ولا ما فاتتش المصلحه؟ طب لو انا بقى جيت بقى فلسفه فرنسيه، اقول له لا مش ذنب، انا المصلحه قائمه وقت رفع ايه؟ ها مجلس الدوله المصري يقول لك ايه؟ سريان المصلحه ايه؟ طب وهل ده امر مسلم به بين الاحكام الاداريه العليا؟ لا، اختلف القضاء فيه. احكام تجدها سريان المصلحه حتى صدور الدعوه، واحكام تجدها سريان المصلحه وقت رفع ايه؟ الدعوه. ومن هنا صدر الحكمين، والاول مره في القضاء الاداري رئيس المحكمه يسمع بالمرافعه لمده ساعه ونص، يسمح بالمرافعه الشفويه لمده ساعه ونص.